السلام عليكم. اليوم جبتكم معايا الماير، هانتوما الناس اللي باغيين يجيو لامريكا ان شاء الله ما تجيو تلقاوني عرفتكم على جميع المحلات ديال الامريكيه زعما. يلا شكون بحالكم؟ انا والله ما كاين اللي وراني، سيد من مقش راسي. هذا الصراحه ثالث مره نجيلو، يعني شنو جميع اي حاجه تخطر على بالك تلقايها. هو طبعا ماشي انترناشونال زعما، مهم في داكشي ديال امريكان. فخليكم معايا اليوم مع الفيديو، شوف في شويه، شوف طويل عريض، بقيت دوري فيه دوري فيه تتسخفي. رائع صراحه، زوين فيه كل شيء، فيه كل شيء. وخليكم مع الفيديو. شكرا، حاجه زوينه. هو البيبان يتحلوا راسهم. نديكم معايا القسم بعدا ديال الخضره. اول حاجه راه كنديروها حنايا كنمشيو للقسم ديال الخضاضر. يلا الميزان الا بغيتي تكيلي. اختراعات. نسيت ما قلتلكمش، هو هنايا شوفوا الليمون، الناس ديال المغرب 10 دراهم الحبة، يعني السعاد راه دايرين زعما عليهم تخفيض، يعني 3 الحبات ب3 دولار. هذا كلشي نفس الشيء. هذا تا هو، لا هذا يا ربي الحبة ب 600 درهم، يعني نقول يقول 800 قل شي حاجه. هذا هو الصراحه ديك الكرافوت. الناس اللي كيعزيز عليهم الحمص، ما عرفتش هذا واش كتعرفوا. المهم اكيد بعض الناس يكونوا كيعرفوا وبعض الناس ما يكونش كيعرفوا، ولكن راه رائع خصوصا ديال الفلفل. هذا الحمص فيه بجميع النكهات، هانتوما الحمص والثومه، توما بوحده، هذه كلها توما. خفين كي يا ماما تحمق عليهم. الله حمص، شوفوا زعما هذا فيه داك الصنوبر. هذا كاين حتى في كروغر، كاين موجود في الدي جانتيغال. والله كنصحكم به، شوفوا انت التوما المشويه رائع، الفطور شي حاجه خفيفه. الصراحه انا اللي جيت تسول، انا كناكل التوما ولكن هذا كيحمقني ديال الفلفله مشويه. فوالله الناس اللي شافوا هذا الفيديو وعايشين هنايا حماقوا عليا يعني، هنايا جميع النكهات. هانتوما لافوكا، والله الا كيكونوا مداد هذا. هانتوما لافوكا ومطيشه، هانتوما هذا بالسبانخ والفرماج، يعني نكهات ممكن تقدروا تاكلوهم حتى مع لي شيبس هما حاطينهم من فوق. هانتوما يعني بحال هذا تيكون زوين، عاوتاني وحدين في ديال كروغر تيحمقوني، يعني شي بحال سناك بحال شي حاجه تاكليهم هكا، كيكونوا ديال الفرماج وهذا. المهم رائعين رائعين، جربوه رائع. نتوما ماير هذا جاف في دلاور، يعني خارج شويه على دلاور، كبير ما شاء الله، عرفتي ما نقولكمش. وفيه كل شيء، يعني الناس اللي عايشين هنايا يجيو يضربوا في دويره وشوفوا. الناس اللي ما كيعرفوش والناس اللي كيعرفوا احتراماتي لكم. طبعا فانا شي حاجه اللي كنعرفها وجديد كان ما كيزعم بحال هكا. ما نتوما جربوا هادو، انا اللي كنجربهم كيعجبوني، رائعين هادو مع الجبن وهادو بحال هاد الجبن هذا. حبيبتي وحبيبتي وفين ضايعه بالثومه، غادي نديك هادي حتى هي جربوها جديده. هي دايره 1000 ريال، 800 ريال، يعني 5 دولار تقريبا بالمعدنوس والثومه. هادشي كيعطي شي كنشوفو بعدا كنتفكر ما كتحماق عليه، والله كتحماق على هادشي. هانتوما هادو ماشي بزاف عندي معاهم. المهم هادو مع هادو رائعين، ومع حتى اللي وريتكم من ليه جربوهم. هانتوما دوك الاجبان بحال اللي في المغرب لا كتعرفوهم، انا دوك كنت كنجيبهم من ماما من لابيل في، وهذا رائع والله جد. عاتي ما دايرهش السماعه، ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا، انا عاد نديرها دابا. ثم الناس ديال الخوخو،
الا قلت لكم هذا نسيت شنو سميتو، برقوق وقيل البرقوق نسيت. ثم الخضره الملفوفه، وهذا هو ديال التعمار عادي. البادي لا هادي ما يلقش التعمار، هادي اه علاش لان مبطحه شويه عاد راه كيكون مبطح منا. شتو الورقه ديالها ما فيهاش العروقه بزاف باش كتطوى. اخر مره خديت منه هنايا الورق ال ذكروني نسيت عليه، نسيت حتى نتفكر. ها الاقامه، شوفوا الاقامه دايره ب 20 درهم الربطه، وانا راني زارعه عاد بعدا ناخذها. هو طب خذ لي انا معك عشان نسرع من الشاي. ايوا هي واحد كذا هي واحد اثنين طيب الكاس مش رقم فيها قطعتين الشاي. لا عرفت شو علاش، علاش من دابا هما عندهم اتاي شنو كيديروا، كيديروا هادي صعب براد كله فيه هادي. احنا المغرب راكم عارفين البراد ديالنا، خصنا هادي كامله تمشي ليا يعني انا بالبراد هادي كاينه ولا لا. وحنا القباط عندنا قلت لك هادي قطع عندنا بحال بالبراد، براد كل قطه البراد. هما اللي عندهم هاد النتيفه ملي كيشوفوني كنديرو مع دابا يعني راه عرفتي هاد المره تبرا رخيص والله العظيم. واحد الخطره في السراجيل لقيتو داير 1000 ريال 5 دولار دايرهم في واحد البلاطو ديال البلاستيك الكحل. شوفوا المعدنوس وهذا مجلتن، يلا شو المغربي ولي ولي بلاد الخير. ايوا بسم الله فين مشى ولي طار. ايوا ومين كيشوفني داير هذيك القطه صافي تيتصدم تقولي ما يمكنش. ها نتوما عشاق لاباشكيري ها فينكم، ها هي كاينه في ماير ها هيها جميع النكهات. ها هي هذه ديال الفرماج الاحمر وقيله، ها انتي هما ها هي هذا وقيله دايرين عليها عرض تخفيض الناس اللي عندهم الوليدات وكتعجبهم. كنت باغا انا شي حاجه من هنا ونسيت. المهم حبايبي الناس اللي بغاو يجيو المايا لنا داخل المدينه ما فيش ما شفتوش من قبل، ما شاء الله كبير كبير. تقولي كبر من والمارت، كبر من كروغر، كبر من بحال اللي تقولي سانتا كلاوس الحجم. وكل شيء متوفر فيه، كل شيء كل شيء موجود، تاع شغلات البيت، الاكل والشرب، ديال الدار، الالعاب، كل شيء. وصراحه كونه خارج المدينه الله اثمن ديالو ماشي بحال ديال كروغر. يعني اكتشفنا انه ماشي انا اكتشفت انه كاين ناقص شويه على 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 كروغر ولا على المحلات الاخرين. وبغي نقول لكم شكون اللي كيحماق على هذا العصير، هذا ادمان سواء للصغار ولا للكبار. بنتي انا هو اللي كنعطي لك تحمق عليه بزاف، وانا وخصوصا في رمضان جاي. غير وانا ننصحكم شريو بوكس كبير فيه جميع النكهات، رائع وخصوصا هو بارد كيبرد. هذا ماشي هذا وماشي هذا وماشي هذا، هذا بحال الماء ما استغفر الله ما عجبنيش حتى هذا. غير شي حاجه هكا خفيفه يعني راه اقل من هذا. وهذا نتوما كتشوفوا زيرو شوغر، يعني هذا ما فيهش صحاب السكر، ما فيهش السكر نهائيا. هذا راه كاين حتى في سيفالات، وتا هذا راه كاين في كروغر في سيفالات في جانتيغل فين ما مشيتي كيوك من ثمن لثمن كيختلف، ولكن راه رائع خفيف. والدراري الصغار مو الناس اللي ما كيعرفوا كتعرف الناس اللي ما كتعرفوش جربوا الله. والناس اللي كيتفرجوا فيا من خارج امريكا عشان نقول لكم حقكم في الجنه وقبلوا عليا وصبروا عليا ما كرهتش، ولكن راه اش نقول لكم اللي كيتمنى يجي الله يحقق له احلامه. انا عندي لا باقي عندي في الدار ما نديش، بغيت ديك ديال الشوكولاط
صافي هنا اللي كل شيء كاين. تخيلوا تبيعوا حتى الحوت. ها انا نوري لكم. هايو قدامي الحوت حي. الناس اللي كيحماقوا على الحوت يا اختي. دابا نتوما هذه دايرينها هنايا. واش هذه حيه ولا؟ والله العظيم الا هذه حتى خطره تنجي وانا تنشوفها كي كيديروا كلوها. من هنايا من نفسين عليها. ما نشوفوا الحوت امبورطي دايرين لهم البيوت ديالها. ها نتوما شوفوا الحوت. شوفوا كتير العمر. واو الناس اللي كيبغيو ياكلو الحوت. ها نتوما اجيو. كاين تا امبورطي كيما قلت لكم. كلشي كلشي اللي بغيتو تلقى. الراجل انا واحد فين مشاو بنتي اويلي زعما. طويل. المهم قلت لكم الناس اللي غينص يجيو. دابا نخلي لكم العنوان ديالو. المهم كلشي هذا اللي بغيتو غادي تلقاوه. وكنصح الناس انهم يلبسوا شي حاجه تكون مريحه لانه ما شاء الله لا بغيتو الظروف كامل بحال. بالنسبه لهنايا الحويجات ديال الدراري الصغار الصراحه الثمن ديالهم رخص من ديال والمرت. هادي لا نقاش فيها. وزوينين وواعرين وتا ديال الوليدات. انا هنا كيتسحب ليا باللي راهم بياسه بدولار. تعلمني قريت مزيان لقيت انه تاخديو قطعه كومبلي بالثمن ديالو ناقص دولار واحد وكيعطيوك واحد فابور. هذا هو اللي فهمته انا من ديك اللائحه. فدي الزوون يعني يمكن كتاخدي جوج بقطعه واحده وناقص دولار زعما تخفيض. فصراحة بيسات وارين. سامحوا لي نسيت ما صورت لكم شنو خديت لبنتي. ما ديتش في الحال. فانا اول ما طلعت على ديك دولار واحد شنو كيسحب لي كيسحب لي راه بياسة بدولار. قلت الله الرباخة هذا بلاش. صافي ملي استوعبت مزيان لقيت بلا لا لا راه خصك تاخد. المهم بغض النظر على هذا المهم رخص من ديال والمارت بزاف كاع حتى الكاليتي زوينه. هنايا طبعا بغيت نصور لكم هاد الديباردويات هادو. شوفوا راه سمول ولكن كيجي طويل. فهمتوني كيفاش؟ هاد الي. اوكي شوفي اللوينات فيهم كيحمقوا. الناس اللي كتبغي تجمع تجمع جنابه وتجمع كرشه فهمتي كتبغي داك الديباردويات مشدودين. انا راه خديت منهم وخديت حتى الوليده. هو راه والله العظيم الا شي حاجه واعره والله جربهم. وانا خديت ليا حتى انا واحد عرفتي كيتجبدوا وكيجمعوا في نفس الوقت وما كيطلعوش. ها نتوما شنو قال داير. ها نتوما دايرين 100 درهم. يعني 100 درهم زعما 10 دولار رائعين. يعني عندهم السيل على شي حويجه حويجات مقيقين. و يعني الصراحه هاي ثالث مره ناخذ من عندهم داك الشيء واعر. شوفوا الناس اللي كيبغوا بحال الكوات ما تخفي دابا الربيع وهذا بحال اللي مدخلين. ها نتوما عليهم سير 40%. يعني شوف شحال توصل الثمن ديالها. ها نتوما حويجات عندهم زواونين حتى حويجات ديال الدراري الصغار. كوات ما تفكروني بحال ديال والمارت. ها نتوما شوفوا تعالي. ها نتوما شفتوا تجي ما تلكي عجبو بحال الستيل هذا. تعالي تارا انتي انا تعالي خدي شتي يا يما. صراحه عجبتني هاد الكوات. ما الناس اللي كيبغيو بحال هاد الشكل. هانتوما شي حاجه خفيفه شي خرجه خفيفه خفيفه. حتى هما دايرين عليهم السيل. يعني انا شايفه المحل كله تخفيضات. الله 30% يعني التخفيض اللي دايرين فيه ما دايرينوش في كروغر. هانتوما 36 يعني 18 دولار. بغيت نقول لكم شوفوا تبارك الله شحال من كاش
فيه شوفوا قوت لي ما شاء الله طويل كبير فيه كل شيء. شتو شوفوا شحال من كاش يعني عندك من وبلا هادولاك اللي تما يعني 30 وما مش كلهم خدامين حالينهم طبعا وإنما مهم المحل ديال ماير بعد صح بعد سنبري غادي نيشان هو سنبري داك البحر دلاور انا عاد راه قلتها في الفيديو شوفوا الجو فا غادي نيشان تلقاو دابا نحط لكم